خدت حقك في اللعب الدولي؟ والله بصي، انا يعني ممكن اكون على مراحل كرة القدم مريت بشوية اصابات كانت غريبة شوية، وفي اوقات كانت بتبقى غريبة قوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان بيعوضني، رغم ان ممكن تغيب شهرين، تغيب ثلاثة، تغيب اربعة، لكن بترجع على حدث ما كنتش يعني مش عارف هي صدفة يعني ولا حاجة، حاجة ربنا سبحانه وتعالى كان له حكمة كبيرة وعظيمة فيها، يعني ان اي رجوع ليا كان بيبقى ماتش مؤثر. هنلعب الاسماعيلي في اسماعيلي، في اسماعيليه هنلعب المصري في بورسعيد، هنلعب المحله في المحله، هنلعب الزمالك، هنلعب ماتش مهم في افريقيا، فالناس كلها مستنيه. بتبقى مستنياه، بيبقى في حدث كده حواليه، وبتصادف ان انا راجع بقى من 4 5 ايام، من 6 ايام، من 7 ايام، كانت بتسهل لي قوي فتره الرجوع، الكومباك يبقى اسرع. وخلي الناس بتبقى متعلقه بيك يعني. لكن الاصابات بعد شويه كده من الدرجه الاولى اتكررت بشكل مستمر، وبدات تبقى دمها تقيل زي ما بيقولوا يعني كده، فمش ملاحق يعني. انا واحد من الناس اللي عملت 9 عمليات في ركبه في فتره كتير جدا. طبعا في حوالي 10 سنين ولا حاجه، بفتره غياب كبيره يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني الحياه مش كلها لعب بس، في حاجات كتيره بعديها كمان يعني، الحمد لله رب العالمين. ربنا مش عايز اقول عوضني، كان كافئني يعني اكتر مما استحق يعني.